الشرقيه الشامله، فيعني باش نحطوا الاخوان يعني باش يعرفوا المعلومات كأن العصبه نتاع جهه فاس مكناس اكبر عصبه، فلا يعقل عصبه اللي فيها اكثر من 34 فريق نسوي انها تلعب الانتر ليغ. فاحنا ديجا اغلب العصاب تلقى فيهم 18 فراقي، فلعبنا الدومي فينال في لوكات والفينال في لوسيس، وتفاجئنا ان لويت لعبوا الانتر ليغ في طنجه مع فرقه اللي ديجا مرتاح، وعانينا يعني مشقه السفر وخسرنا بجوج لواحد، واليوم تندخلوا يعني العصبه نتاع الغرب وبعض العصاب اللي تتلقى انهم عندهم عدد الفرق قليل، ولعبوا يلا باراج على روتور جوج فراقي، وحنا اللي هي اكبر عصبه نورمالمون خص صعود يكون صعود مباشر للعصبه نتاع فاس مكناس نظرا للحجم تاع عدد الفراقي اللي كاينين. وهذا ميساج نحاولوا ندوجوه يعني للجامعه الملكيه للقدم لكره القدم، نظرا اللي بغاو يطوروا كره القدم النسويه فخص يكون يعني تساوي الحظوظ، فواحد العصبه اللي يكون فيها خمسه ولا سته الفراقي ماشي عصبه اللي 34 فريق. ففي النظام القديم كانت تطلع جهه مكناس فريق القسم الثاني وجهه فاس يعني فريق القسم الثاني، دابا حنا الابطال نتاع جهه نتاع فاس ومكناس، وعاد ولينا مطالبين بالانتر ليغ، فخص اعاده النظر في هذه المساله. وحنا ديجا كنا راسلنا الجامعه في هذا الموضوع هذا باش تثبت فيه، فما يمكنش نلعبوا يعني اربعه المقابلات، اليوم الاربع هذه المقابله الرابعه، لعبنا لو 4 لو 6 لو 8 واليوم لو 11، يعني في ظرف اسبوع اربعه المقابلات اللي يكونوا مصيريين، فراه ما يمكنش. اليوم الحمد لله انتصرنا بخمسه الاهداف بلا مقابل، فهذا فريق يعني عيب وعار انه ما يلعبش في القسم الوطني الثاني نظرا للمواهب اللي توفروا لها والعمل اللي تقام سواء العمل القاعدي. فاحنا في الاي 17 حنا الابطال نتاع الجهه، في الاي 15 كذلك، وفي الكبيرات الحمد لله. فخص يعني الا كان مجهودات وبغينا نطوروا الرياضه يكون تساوي الحظوظ ما بين الفرق كامل، خاصه ان الجهه يعني غنيه بالمواهب وفي اكبر عدد نتاع الفرق باش يكون بدا تكافؤ الفرص. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم حياة وليد كابيتان ديال الرجاء الرياضي الاسماعيلي. نعطيكم نبذة صغيرة على الرجاء الرياضي الاسماعيلي. تأسس هذه تقريبا عام الخدمة، والحمد لله هذا الماتش هذا كيبين على ثمرة المجهود ديالنا كاملين، لا بالرئيس لا بالستاف لا باللاعبات لا بجميع المسيرين اللي كاينين في الرجاء الرياضي الاسماعيلي. وكان انا بعدا كنفتخر حيت كنتمي لهاد ليكيب، وكنتمنى له واخا كما تيقولوا الطريقه ديال الانتر ليغ اللي حاطينها هاد العام شويه قاصح، وبالنسبه حنا بدينا العصبه ديالنا معطله وتقريبا لعبنا في ظرف ديال تقريبا 8 ايام ولا ما نعرف 9 ايام، لعبنا 5 دلي ماتش او 6 دلي ماتش متابعين تقريبا ما كاملت 24 ساعه، يعني حتى لابوز ديال البنات يرتاحوا يعني ما كايناش. وهذه هي الهضره اللي كنتمنى من الناس ديال الجامعه الملكيه يحاولوا يشوفوا بحال هاد الفراقي هادو والمعاناه ديالهم، وبزاف ديال الحوايج ضحينا بوقتنا ضحينا بكل شيء بخدمتنا بكل شيء باش هاد الكره القدم النسويه تزيد القدام. كنتمنى يعيدوا النظر في الصعود ديال الفرق ديال العصب، هذا هو هذه هي الحاجه اللي كنتمناها من الاعماق ديالي. وكنشكروا الستاف ديال هاد اللي دايرين معنا السيجوب اليوم وتابعونا حتى لهنا المكناس، وكنتمنى البنات ان شاء الله يكملوا في هذا العمل هذا. هذه هي الهضره اللي يمكن نقول، ويمكن الا نسيت شي حاجه سمحوا لي. المهم انا بعدا حاجه اللي قلت هي انني كنفتخر انني كنتمنى الرجاء الرياضي الاسماعيلي بمكناس فتيات مدربه وفي نفس الوقت لاعبه. المهم هذه هي الهضره اللي غنقول، وشكرا بزاف لكم.